Bonjour, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ma cuisine. Marhaba bikoum dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais préparer le harcha. Ghadi nsaib le harcha. La galette. La galette au semoul de maïs. Samida nta dora. Ndouzou le maqadir wa tariqat at tahdir. Pour la galette, 270 grammes de semoule de maïs. 270 grammes de samida de dora. La semoule de maïs. La semoule fine. سميدة نتاع الذرة، سميدة الرقيقة. كيف السميدة اللي نصيبو بها الحرشة؟ حبة بيض النف، إن كويغة سوب دي ميال، معلقة كبيرة نتاع العسل، جوج معلقات كبار نتاع الزيت، زيت المائدة، دو كويغة سوب دو لويل تورنسول. Un peu de sel, نصف معلقة صغيرة نتاع الملح، دمي كويغ أكافي دو سل، سل على حسب الدوق، 6 غرام دو لا ليفور شيميك، 6 غرام نتاع الخميرة الحلوة، أن بو دو لا ليفور فريش، شوية نتاع الخميرة الخبز. ثلاثمية مليلتر دو لو، 300 مليلتر نتاع الماء، ماء دافئ، دي ميال، الخميرة، شوية نتاع الخميرة، غير حاجة قليلة. ينسى الماء، دي سل، زيت، دو لويل. جي في تخافايي لا سومول، لا سومول دو مايس، افيك دو لويل، غادي نبسبس السميدة تاع الدورة. حبة بيض دو لا ليفور، لا ليفور اي دو لو، اون ميلانج بيان. Je vais les laisser 15 minutes, 15 دقيقة. Dans le maqla شويه نتاع الزبده، j'ai mis un peu de شويه نتاع زبده، un peu de beurre et de la semoule. Voilà, غادي نزيد الخليط، le feu pas trop fort. Et on laisse cuire tout doucement.
Feu pas trop fort, moins que Mutawassita. Moi, je l'ai mis à 4. Et voilà le harcham de Doura. بالصحة والراحة. بون ابيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحية صحية، لأن با دي غلوتين، با دحليب، ما كاينش الحليب غير بالماء.